ماشي، قول لنا يا استاذ محمد، اسعار البدل دلوقتي بتروح من كام لكام؟ بص، هو عامة أنا اللي موجود عندي كله مصري، تمام؟ المصري شغال كويس، بس طبعا المستورد بيغطي عليه. بمعنى إن في ناس كتير قوي بتسأل على المستورد. المستورد عشان أجيبه بسعره أوفر، معدي خالص، بسبب كمان الزيادات اللي نزلت، تمام؟ فمبقاش صعوبة دلوقتي أنت تجيب مستورد، فبقت شغال من مصر، لازم تشتغل فيه. المصانع مش موفرة لك ده. بمعنى الاسعار بتزيد في المصانع، ده يعلي عليك وده يعلي عليك وده يعلي عليك، فعشان توصل للمستوى بيبقى صعب. يعني توصل لمستوى البدله، يعني احنا ممكن نحقق بدله هنا مستوى عالي قوي، وده ما بيحصلش عشان ما فيش امكانيه زياده، تمام؟ نيجي لل احنا كل حاجه بنعملها هنا، يعتبر كل مرحله ليها صنايعي. طبعا المستورد غير كده، المستورد كل حاجه ليها مكانها، ليها المكنه بتاعتها اللي بتعملها، تمام؟ الكم بيتركب بمكنه بتاعته، الجيرو، الاكسسوار بتاع البدله، كل ده ليه مكنه. احنا هنا مفيش الكلام ده، فطبعا مستورد بيبقى طبعا 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 برضه في البطانه، في الحشو، لان كل الحاجات دي انت بتستوردها من بره، بس اسعاره بتبقى اغلى بكتير، اغلى بكتير من عندك. انت هنا يعني مثلا معدل البدله مثلا 350 400 500 مصري على حسب التشطيب بتاعها، تمام؟ تيجي للمستورد بتبدا من 1500 2000 3000 5000، ده مستورد. طب معلش، ممكن تمسك لي بدله وتشرح لي لو انا عريس اخد بالي من ايه وانا بشتري البدله؟ بص يا باشا، يعني مثلا